السلام عليكم، اهلا بكم من جديد على قناتكم، قناه نبض المعلومات على اليوتيوب. ان شاء الله النهارده هنشوف الرساله اللي جت لنا على جوجل ادسس، وهم خلاص كده قرروا ان هم يعزلوا خالص اليوتيوب عن المحتوى او المحتوى اللي موجود في جوجل ادسس. عشان يعزلوا الموضوع ده فهم عملوا تطبيق كده صغير تقدر تحمله على الموبايل بتاعك وتقدر تتابع احصائيات القناه بتاعتك. ولكن انت لو كنت من الناس اللي هم عندهم موقع او قناه، كنت دايما تلاقي على جوجل ادسس هنا، لو دخلنا كده على جوجل ادسس هتلاقي الاحصائيات هنا كانت مرتبطه بين الاثنين، بين جوجل، بين الموقع وبين القناه بتاعتك على اليوتيوب. فما كنتش تعرف تقرر اذا كانت الاحصائيات دياتي بتاعه القناه او بتاعه الموقع. فهنا حسموا الامر كويس جدا وخلوا هنا احصائيات الموقع فقط اللي تظهر على جوجل ادسس، ولكن احصائيات القناه عملوا لها تطبيق وحدها، وكمان ممكن تتابع احصائيات القناه من خلال التقارير اللي موجوده داخل القناه، وهنشوفها دلوقتي مع بعضنا ونشوفها من داخل التطبيق. طيب يا شباب، قبل ما نخش في موضوع النهارده، لو انت اول مره تشوفنا النهارده شوف قناه نبض المعلومات، بدعوك بالضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو وتفعيل زر الجرس، مهم جدا عشان يوصلك كل جديد حصل مفيد على قناه نبض المعلومات على اليوتيوب. نكمل الشرح. دخلنا كده على جوجل اساسا هنلاقي ان جات لنا رساله امبارح، بس رسالتين زي ما انت شايف كده، اول رساله ودي تاني رساله، تمام كده. اول رساله بتقول لنا لم يعرض ادسس مقاييس يوتيوب بعد الان لعرض ارباحك المقدره وغيرها من مقاييس تحقيق الربح، يمكن استخدام تقارير الايرادات في احصائيات اليوتيوب. بيقول لك ويفهمك ان خلاص كده مفيش حاجه دلوقتي، تقارير القناه كلها هتلاقيها على القناه نفسها او على البرنامج. لو انا ضغطت كده هنا، انا فاتح من على الكمبيوتر، ولكن انت لو فاتح من خلال الموبايل وضغطت على كلمه احصائيات هيوديك تلقائي على البرنامج عشان تحمله بتاع اليوتيوب اللي هم عملوه عشان تتابع احصائيات القناه بتاعتك. من هنا تقدر تتابع، لو ضغطت كده من، انا ضغطت من الكمبيوتر هيودينا على احصائيات القناه على طول، مش هيودينا على المتجر بتاع جوجل بلاي، تمام كده يا شباب. زي ما احنا شايفين كده وداني على احصائيات القناه، تقدر تتابع احصائيات القناه بتاعتك بالتفصيل، وده مهم جدا واحسن وافضل انك انت بتتابع احصائيات القناه بتاعتك هنا بكل التفاصيل، اذا كان الجمهور او نظره عامه او مستوى الوصول للجمهور، كل ده او الارباح بتاعتك كل ده بتتابعه من خلال المنصه بتاعه اليوتيوب، تمام كده. عند حاجه اسمها الاحصائيات. طيب اما بالنسبه للمحتوى اللي انت عندك موقع دلوقتي عزلوه خالص، كلمه الاداه دي كانت مشتركه بين الموقع وكانت مشتركه بين قناه القناه اللي موجوده على اليوتيوب. دلوقتي اصبح لو انت لاحظت كده هتلاقي مشاهدات الصفحه بقيت دلوقتي اللي هو ده خاص بالموقع، زي ما انت شايف كده مشاهدات الصفحه ظاهره، بس مشاهدات الصفحه بتاعه الموقع، والنقرات ظاهره النقرات اللي جات لك على الموقع. لو لاحظنا كده شباب هنلاقي نسبه النقر في ظهور الصفحه 10%، وناس كتير على اليوتيوب ظاهره ان لو وصلت 7% تبقى تروح تبلغ والحوار ده. ما تخافش منها خالص لان دي تبع المحتوى، لو وصلت بس 70% يبقى فيها حاجه غلط في الموقع، ولكن انت طالما هي 10% زي ما انت شايف كده مفيش اي حاجه، طبيعي جدا. دايما تبص على المشاهدات الصفحه ونسبه النقرات، تمام، عشان تعرف ان في خلل في الموقع او في زيارات غير طبيعيه في الموقع ولا لا، تمام كده يا شباب. ده كان موضوعنا النهارده ودرسنا النهارده. لو بصينا بس كده بصه سريعه على الرساله الثانيه، معلش، هنلاقي لن تتوافر البيانات الاقدم من 3 سنوات بعد الان في الصفحه لاعاده تقدير، يمكن تنزيل هذه البيانات لفتره محدده. بيقول لك ما ينفعش انك انت تشوف التقارير اللي فاتت اللي عدت يعني بتاعت 3 سنوات اللي فاتت، لان هم عملوا تحديث وغيروا كل الحوارات اللي كانت موجوده هنا، فهم مش هيقدروا يسترجعوا لك البيانات منذ 3 سنوات زي ما هم ذكروا في الرساله الثانيه. ده كان درسنا النهارده وموضوعنا النهارده. ما تنسناش بلايك الفيديو لو عجبك ومشاركه الفيديو عشان غيرك يستفاد، واللايك الفيديو، وشكرا ليكم وفي دروس قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.